نعم، نحن نقبل هدايا عيد الميلاد. الزمالك بيتصدر الدوري في نهاية سنة 2022، وكأن السنة بترفض إنها تنتهي غير والبطل الحقيقي هو اللي في الصدارة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالتك وصلت، منصة صوت جمهور الزمالك على السوشيال ميديا. حلقة مميزة جدا جدا في نهاية 2022، محظوظ أن أنا هكون مع حضراتكم. الزمالك في الصدارة وبينهي السنة بأفضل شكل ممكن بعد شوية تعثرات كده بسيطة ممكن ننساها، لكننا قدرنا نقوم ونقف تاني على رجلنا ونرجع لصدارة الدوري ونستغل تعثر المنافس النادي الأهلي بالتأكيد أمام سيراميكا كليوباترا، وبنفوز احنا على الاسماعيلي وبنبقى اول الدوري وبنختتم السنه بافضل شكل ممكن. الزمالك قدم واحد من احلى مبارياته على الاطلاق قصاد الاسماعيلي. لو هتكلم كده بشكل معين على الشوط الاول، فاحنا حرفيا عملنا كل حاجه في كره القدم، اداء ولا اروع، فعاليه على المرمى واستحواذ وكوره حلوه ومهارات ولمسات فنيه. يحسب للفريق انه ما تهزش بعد ما دخل في هدف اول في اول تقريبا دقيقتين او ثلاث دقائق من بدايه المباراه. يحسب للفريق انه فضل واقف على رجله ورد بثلاث اهداف احلى من بعض في نفس الشوط اللي استقبل فيه نادي الزمالك هدف. حابب بس اتكلم في شويه نقط في الماتش مهمين جدا جدا، ولو معاك ورقه وقلم اكتبوا ورايا. زيزو هو افضل لاعب في مصر وفي افريقيا بلا منافس، ونمسك الخشب ونخمس كده وخمسه في وشي قبل اي حاجه تاني، ده نحطه على جنب. نبيل عماد دونجا لو كمل بالاداء ده والروح دي هيكون اهم لاعب في مركزه بلا منافس لمده 7 أو 8 سنين، خصوصا ان دونجا لسه 26 سنه ما شاء الله، لسه قدامه يعني العمر، ربنا يديله الصحه ويديله دايما ان هو يفرحنا ويبسطنا. يوسف أسامة نبيه الموهبة هو لاعب واعد جدا جدا، مميز تهديفيا، يعني أجواءه كده أجوانه كلها بتعبر عن مهارات مختلفة، تسديد من بره 18، تسديد على الطاير، كرة بالهيد، جول مارادوني. يعني الحقيقة أتمنى أنه يحافظ على نفسه ويطور من نفسه كمان وكمان، محتاجينه جدا جدا الفترة اللي جاية. كمان عمرو السيسي، عمرو السيسي لاعب مهم جدا في الملعب تكتيكيا وفنيا، لاعب عالي جدا، زياداته دايما في الملعب الهجومية بتكون شخصية لاعب كبير قوي، شخصية لاعب فارقة في الملعب وبيسجل أهداف دايما بسبب تمركزه الهايل في أرض الملعب. أما حارسنا الأمين عواد فهو أثبت بالفعل أنه في حتة تانية خالص. عواد يا جماعة في حتة تانية وبعيد عن أي حد، وكان سبب كبير في صدارة الدوري بتصدياته المؤثرة. يعني عواد بيقدم موسم مش هقول إن هو بيقل أهمية عن الموسم اللي فات، ولكن الموسم ده عواد داخل مركز، وإن شاء الله إن شاء الله يا عواد باللي أنت بتقدمه ده ربنا هيكرمك وهتبقى حارس مصر الأول حرفيا. واعذروني لو هقول إن هو ده اللي يتقال عليه انه حارس مرمى في حتة تانية خالص. اخيرا امام عاشور، حقيقي مش عارف اقول ايه عن احسن لاعب خط نص في افريقيا وفي مصر. يا جماعة اللي امام واصل ليه ده فعلا مستوى رائع ورهيب، تدخلاته الدفاعية ممتازة، بنى لعب ملوش حل من تحت، ثروهات وباسات لقدام بالمسطرة من رجله لرجل زميله اللي بيلعب له كوره، ان كانت كوره عاليه او على الارض، زياده هجوميه على الاطراف وفي قلب ال 18 في منتهى الخطوره. مهاره مان تو مان، انه يعدي مان تو مان ممتازه جدا، بيحط جسمه قصاد اي لعيب في مصر وبياخد الكوره ما شاء الله، تسديدات صاروخيه، وشفنا السيزون اللي فات كذا جول من بره ال 18 بتسديداته. يعني حقيقي يا امام ربنا يحميك فعلا، كل الزملكاويه فرحانين لادائك ومستنين منك الاهم والاقوى الفتره الجايه. كمان يعني عايز اتكلم مع حضراتكم كده، كان في لقطه مهمه حابب اتكلم فيها. امام عاشور بعد ما تسبب في ضربه الجزاء في الهدف الثاني راح خد الكوره وادها بنفسه لزيزو
عشان زيزو يسجلها، وبعد ما يسجلها راحوا هما الاثنين احتفلوا سوا بالهدف. الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها تقريبا على حسب ما أتذكر كنا بنتكلم عن في كلام بيقولك إمام عاشور لازم يتعاقب عشان كان عايز يشوت ضربة الجزاء، وسمعنا كابتن أمير مرتضى هو بيقول حماس لاعب في الملعب نفسه يشارك في الفقرة التهديفية في الماتش، وفريرة كمان قال الكلام ده امبارح في عز الحماس وانت فرقتك مستنيه ضربه الجزاء دي. امام عاشور راح خد الكوره، هو السبب في ضربه الجزاء، راح خد الكوره لزيزو اتفضل، زيزو جاب الجول، جريوا على بعض يحتفلوا بالهدف. حقيقي لقطه مميزه جدا جدا، وبترد عن كل اللي بيحاولوا يصدروا اي مشكله بين امام وزيزو، زي اللي حاولوا قبل كده بين شيكا وزيزو ان هم يوقعوا بينهم، واحتفال ايقوني لسه في كل مباراه. يعني يا جماعه لعيبه الزمالك واعيه جدا جدا، حتى لو كتير منهم سنهم صغير، الروح اللي موجوده دي هي اللي بتجيب البطوله، هي دي الروح بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها، وان شاء الله النهايه هتكون زي السنه اللي فاتت والزمالك رافع افريقيا ودوري وكاس ان شاء الله. قولوا يا رب. حابب كمان يعني اتكلم عن لقطه انا فعلا بحبها وبستناها بعد كل ماتش، وهي لقطه اللعيبه وهي ماسكه ايد بعض ورايحه جري على الجمهور تحييه وتاخد منه التحيه. لعيبه الزمالك بتستنى التحيه من الجمهور، ده بيفرق لها معنويا مليار الميه. غير كده وكده بطل القصه دايما هو جمهور الزمالك، جمهور الزمالك اللي مش محتاج ان حد يوجهه، جمهور الزمالك مش محتاج حد يقول له انت ما بتروحش المدرج ليه، ولا حد يعني يستجدي كده بدعم الجمهور. وحطوا على دي 100 خط، جمهور الزمالك بيدعم نادي الزمالك عشان بيحبه، مش عشان بس يروح يشوفه وهو بيكسب بس. جمهور الزمالك مش مستني حد يطلب منه او يطلع يتكلم يقول له بعد اذنكم تعالوا شجعوا، احنا بنشوف الجمهور في فرق تانية بيروح بكثافه. لا، جمهور الزمالك التيكت بتنزل النهارده الساعه 6 مثلا 6:05، وشوفوا على كده شركه تذكرتي بتكتب وتقول ان نفاذ كل التذاكر 6:05، 5 دقائق بيبقوا كافيين ان جمهور الزمالك ياخد كل التذاكر. وشركه تذكرتي كل مباراه بتقول العدد اللي دخل اهو على عينك يا تاجر. جمهور الزمالك مقفل تذاكر المباراة، حاضر بيدعم وبيهتف لآخر دقيقة في الماتش. كسبنا تعادلنا أو حتى خسرنا هتلاقيه موجود في الماتش اللي بعده بيعمل نفس دوره بمنتهى الحب والإخلاص. جمهور الزمالك هو الجمهور رقم واحد في مصر، زي ما هو رقم واحد في الملعب هو رقم واحد في مصر، واللي بيقدمه في المدرج يستحق إنه يتكتب في مجلدات عن عظمة الجمهور. الحقيقة كمان لازم نحيي مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اللي قدر إنه يقود الدفة بعيدا عن كل الأزمات المحيطة بالنادي وكل المشاكل اللي موجودة حوالينا، وقادر دايما إنه يوفر الحلول. شفنا وعده اللي نفذه للعيبة بمستحقاتهم، شفنا حله لكل الأزمات المادية برغم كل اللي بيمر بيه النادي بسبب الحجز على الأرصدة. دور مهم جدا بيلعبوا مجلس الإدارة، ولازم يشكر على مجهوده في توفير الاستقرار المادي والنفسي للعيبة والجهاز الفني ودعمهم في حالة أي تعثر للفريق، وده اللي وصل الفريق للنجاح السنة اللي فاتت وإن شاء الله هيكون سبب في نجاحنا السنة دي. خلاص 2022 بتخلص، سنة مليانة أحداث كتير جدا حلوة للزمالك. لو يعني تسمحوا لي نفتكر مع بعض سنة 2022 بدأت بإيه؟ بدأت بعودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، بعدها قرار تعيين أمير مرتضى منصور مشرف على الكورة مرة تانية عشان أمير مرتضى منصور يعني يعمل سيرش ويدور إزاي يوقف الفريق على رجله مرة تانية، فيقرر يعين فريرة مدرب للفريق من تاني. وسط كل الظروف ووقف القيد قدر فريرة يصنع فريق متماسك وقوي مدعم بشباب مميز، والحمد لله بنقدر ان احنا ناخد كاس مصر من الاهلي، وبعدها بنرجع نتصدر الدوري في ظروف صعبة جدا لحد نهايته، وبنحسمه عشان تكون ثنائية تاريخية للزمالك. الصورة ورايا بتبين
ملخص حاجات كتير قوي، احداث كتير ما تتنسيش وحلوه فعلا. شفنا الاداء العالمي اللي قدمه الزمالك في مباراه السوبر المصري السعودي في استاد لوسيل، وللاسف خسرناها بضربات الجزاء، ولكن اداء كان مشرف للغايه. بعدها شفنا التدعيمات اللي تمت، وتدعيم الفريق ب10 صفقات زي ما الاداره وعدت استعدادا للموسم الجديد. وبرغم التعثرات دي كلها بنقدر ان احنا ننهي 2022 واحنا في صدارة ترتيب جدول الدوري، متفوقين على الجميع كأقوى خط هجوم ب20 هدف وأقوى خط دفاع واللي استقبل 4 أهداف بس. الحقيقة سنة 2022 كانت سنة حلوة على كل الزملكاوية في كرة القدم، كمان في ألعاب الصالات شفنا التدعيمات اللي مجلس الإدارة عملها، وشفنا فريق الطايرة بيكسب الدوري والكاس من المنافس هو النادي الأهلي بأفضل شكل ممكن. وأنا مش بقرأ كلام مكتوب في سكريبت أو بقول كلام عشان إحنا بنعمل إعداد للحلقة، أنا مباراة الدوري والكاس الزمالك والأهلي في الطايرة أنا شفتها بأفضل شكل ممكن، قدرنا نفوز على النادي الأهلي وناخد دوري وكاس في ظروف صعبة. كمان شفنا فريق اليد هو بيكتسح الجميع كالعادة، وبيكسب الدوري وبيكسب بطولة السوبر قدام الأهلي، وبيكسب كمان دوري سوبر اليد من الأهلي وسبورتينج. إن شاء الله يا رب 2023 تكون سنة مليانة بطولات في الكورة وألعاب الصالات، كل ألعاب الصالات، وفي نهايتها كده نكون واخدين كل البطولات وعلى رأسهم أفريقيا في كل الألعاب إن شاء الله. قولوا يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، كل سنة وإحنا دايما مبسوطين بانتصاراتنا ومكسبنا، كل سنة وإحنا دايما مع بعض. استأذن حضراتكم نروح فاصل قصير جدا جدا، واوعوا تروحوا في حتة، عندنا فقرات كتير مهمة. فاصل قصير ونرجع مرة تانية لحضراتكم. في الملعب هي فقرتنا المميزة جدا، وزي ما إحنا متعودين هي عبارة عن فلوج أو معايشة لينا جوه ماتشات الزمالك. الأسبوع ده كان فيه ماتشين في منتهى الأهمية الحقيقة. أول فلوج معانا النهاردة هيكون في ماتش الزمالك والمقاولين، واللي كان ماتش يعني معقرب كده بلغة الكورة. يلا بينا نشوف الفلوج والكواليس من جوه مدرجات الزمالك ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بيكم في فلوج مباراة الزمالك والمقاولين على استاد عثمان أحمد عثمان. ماتش صعب جدا ورخم في سباق الدوري، الكل متحمس للماتش والجمهور كالعادة ما بيخليش ولا تذكرة واحدة، كله بيخلص في دقايق. وصلت أرض الملعب وقفت أتفرج على عظمة جمهورنا العظيم. قبل الماتش من بدري الكل موجود، الكل بيدعم، اللعيبة بتنزل تسخن والجمهور بيحيي الكل وبينده على لاعب بالاسم. وكان في أكيد تحية خاصة لشيكا وزيزو وإمام عاشور. كمان يوسف أسامة نبيه المتألق مؤخرا وعمرو السيسي ودونجا كان ليهم نصيب في التحية من الجمهور. جمهور الزمالك قدم دعم غير طبيعي لكل اللعيبة والأجواء كانت ملهاش مثيل. الميزة الحقيقة في ماتش المقاولين إن الجمهور دعم كل شخص موجود في جهاز الزمالك، إداريين وجهاز فني، وأكيد كان في تحية خاصة لأمير مرتضى منصور مدير الكورة في الفريق. وكان لازم أكيد الختام يبقى مسك بتحية خاصة للبروفيسور فرير. جمهور الزمالك بيقدم لفتة جميلة جدا جدا وكلها روح رياضية، وبيدعم جمهور الاتحاد السكندري بعد أزمة سقوط المدرج وهتف لهم سلامات سلامات. المباراة بتبدأ وسط تشجيع حماسي رهيب من الجمهور، يا زمالك احنا جيشك احنا بروحنا نفديك. جمهور الزمالك بيظهر عليه بعض القلق بعد إصابة عواد في بداية الماتش في كرة مشتركة، واللحظات كان كل اللي فيها قلق وخوف ورعب، ولكن اللاعب وقف على رجله مرة ثانية وأول مقام خد تحية خاصة وتشجيع من الجمهور. جماعة عايز أقول لكم إن الجو في الاستاد بيكون مختلف، التشجيع والهتاف والتنطيط، الروح والحماسة اللي بتغطي مدرج الزمالك عمرها ما هتبان في شاشات التلفزيون. صدقوني لازم تكون في أرض الملعب عشان تعرفوا المعنى الحقيقي إنك تكون مشجع. كل هتاف بنتحرك عليه كأنه رقصة واحتفال، كل دقة للطبلة معاها صوتنا بيعلى وحماسنا بيزيد، كل هجمة للزمالك إيقاعنا بيبقى أقوى،
حقيقي ما شافش تشجيع اللي ما كانش موجود في الثالثة يوم. وانت واقف في ارض الملعب هتشوف لوحة فنية وبورتريه لجمهور الزمالك، والسنارات بترفرف في السماء، وصوت الهتاف عليه يلا زملكاوي بيرج الاستاد. بيظهر بعض القلق تاني اثناء مراجعة الهدف اللي سجله المقاولين، لكن سرعان ما بيتحول لتشجيع من تاني بقوة بعد الغاء الهدف بسبب التسلل. جمهورنا بيتفاعل مع كل كورة وكل فرصة وبيحاول يشجع الفريق ومستني أداء أحسن في الشوط الثاني، ومفيش طريقة تحمس بيها اللعيبة غير أغنية زي العادة. الشوط الثاني بيبدأ والنتيجة لسه 0-0، والتشجيع بيفضل بنفس الحماس والقوة. بعدها كنت وسط المدرجات ولقيت حالة ملهاش مثال الحقيقة، حالة بعنوان وراك في أي زمان. آخر دقايق في الماتش كانت كلها توتر الحقيقة، الملعب ومدرجات كله كان باين عليه خوف وتوتر من المباراة تخلص 0-0، وللأسف خلصت المباراة بالتعادل والزمالك بيهدر نقطتين في سباق الدوري. لكن الجمهور وقف يسقف للعيبة ويدعمهم ويهتف إن الدوري ده هيكون في 100 عمر. ده كان فلوج مباراة الزمالك والمقاولين. أشوفكم في الماتشات اللي جاية، دم حماسكم وتشجيعكم. أشوفكم على خير في ماتش الإسماعيلي. الحقيقة المباراة دي وإحنا حتى شغالين على الفلوج بتاعها كانت يعني مباراة مضايقانا. كنا شغالين كده وإحنا الفلوج ملوش نفس، ملناش نفس نشتغل فيه ونحط التاتش بتاعنا. بس كان عندنا امبارح ماتش مهم جدا، وهو ماتش الإسماعيلي، ليلة الصعود لقمة الدوري، واحدة من أحلى المباريات للزمالك أداء ونتيجة وتشجيع. كل حاجة في المباراة كانت بيرفكت حقيقي، كان في لقطات مميزة كتير في المباراة. خلونا نشوف فلوج مباراة الزمالك والإسماعيلي من الجولة العاشرة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بيكم في فلوج مباراة الزمالك والإسماعيلي. مباراة صعبة جدا لظروف كتير، تعادل المنافس إداك فرصة أنك تقدر تاخد الصدارة في حالة الفوز النهاردة. الناحية التانية الإسماعيلي بعد مدرب جديد وهو ميدو جايب طموح كبير جدا عشان ياخد مننا 3 نقاط وينط 4 مراكز في الدوري. كنا موجودين لحظة وصول أوتوبيس الزمالك والكل كان متحمس، واللعيبة واضح عليها أنها مركزة، الكل حاطت هدف قدام عينه هو الفوز النهاردة وصدارة الدوري عشان ننهي السنة بأفضل شكل ممكن. الجمهور بيدخل الاستاد بدري وبيجهز نفسه لملحمة تشجيع كبيرة جدا، هتافات للعيبة كلها وتحية للفريق وهتافات كتير بتطالبهم بانتزاع صدارة الدوري من المنافس. هتافات اكتر بتحمس اللعيبة ان الدوري ده هيكون بتاعنا وهيكون الدوري الثالث على التوالي. المباراة بتبدأ وجمهور الزمالك بيقف احتراما للنشيد الوطني كالعادة، وبعدها بيبدأ التشجيع الحقيقي في الملعب. برغم ان الزمالك استقبل هدف مبكر كان محبط بعض الشيء، لكنه ما كانش محبط لجمهور الكورفا سود اللي زودت الهتاف وعلت التشجيع اعلى واعلى. استاد القاهرة كان بيتهز من مكانه حتى بعد ما الاسماعيلي جاب جول. بعدها بدقايق الزمالك بيسجل هدف التعادل الرائع بهدف جميل ليوسف أسامة نبيه، واللي كافئ جمهور وإيمانهم بالفريق واللي ثقتهم ما تهزتش للحظة حتى برغم الهدف اللي دخل فينا في أول دقايق في الماتش. وفي الدقيقة 20 الجمهور بيولع كشافات الموبايل احتراما لذكرى ال20 شهيد في الجنة إن شاء الله. الكل بيهتف باسم الزمالك مع صوت الطبلة، اللعيبة لازم تفوق وتجيب الفوز بأي شكل. بعدها على طول الحكم بيحسب ضرب الجزاء للزمالك عشان ينفجر المدرج من الحماس والتشجيع، وزيزو بيدخل يسجلها عشان الفرحة تغطي على التالتة يمين كلها. الزمالك بيتقدم لأول مرة في المباراة. الزمالك بيقدم متعة كروية في أرض الملعب، الجمهور مبسوط من حلاوة الماتش والأداء الرجولي للعيبة. كمان الأطفال الزملكاوية اللي كانوا موجودين بيهتفوا ومتشالين فوق الراس وبيهتفوا في المدرجات، كانت حاجة جميلة جدا جدا.
رؤيتهم بتسعد القلب وحماسهم يعرفك يعني ايه حب الزمالك. جمهور الزمالك كان بيقدم لوحة فنية بالأوشحة والأعلام، لوحة ولا أروع، مشاهد مش هتشوفها إلا في مدرجات الزمالك. بيجي الهدف الثالث بجملة من مدرسة الفن والهندسة وفيها فنون كورة، مدرج بيتجنن حرفيا، ما كنتش عارف أمسك الكاميرا أو أصور الفرحة بتاعة الجمهور من كتر الفرحة، مدرج كان بيتشقلب حرفيا. الشوط الأول بيخلص وسط فرحة جنونية من الكل، الجمهور بياخد نفسه بين الشوطين عشان نرجع نكمل العظمة اللي بدأناها. انصرنا يا الله. المباراة بتفضل رايحة جاية والزمالك بيضيع أكتر من فرصة والجمهور ولا كأنه شايف الملعب، الكل بيشجع وبيهتف، هي دي مهمة جمهور الزمالك، هنشجع لغاية ما الحكم يصفر ونجيب الثلاث نقط. وفي الدقيقة 80 قررت أنزل أصور جمهور من أرض الملعب تاني عشان أشوف العظمة اللي بنقدمها بشكل أوضح، ومع صفارة الحكم بدأت الاحتفالات بشكل كرياتيف. جمهور الزمالك لبس الطاقية بتاعت بابا نويل في المدرجات احتفالا برأس السنة ونهاية 2022، وكأنه بيقول ميري كريسمس وبيعيد على كل الناس بطريقة كرياتيف. كمان كان في لقطة معتادة بقيادة شيكابالا، لعيبة بتجمع نفسها وبتروح تحتفل مع الجمهور بالفوز الصعب على الإسماعيلي وصدارة الدوري، والجمهور بيحييهم ويهتف لهم بأساميهم اسم اسم. كمان الجمهور بيهتف بشدة لدونجا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة. دونجا قدم مباراة ولا أروع، كان مقاتل في خط النص. أما البروفيسور فريرا اللي بنقول له سلامتك ألف سلامة، كان ليه تحية خاصة بعد المباراة، واللي حيى الجمهور وشاور لهم إن الزمالك هو الأول حاليا، وكمان جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد في الفريق. وفي النهاية في لقطة مميزة برضو فيها روح رياضية، لعيبة الفرقتين بتحيي بعض، وميزو بيحيي فريرا وأمير مرتضى منصور وكل جهاز الزمالك ويبارك لهم على الفوز. وبس كده، ده كان آخر فلوج لينا في 2022، حكاية الفوز المهم والكبير على الإسماعيلي وتصدر الدوري. دام حماسكم وتشجيعكم، كل سنة وإنتم بألف خير، كل سنة وعندكم نفس الشغف والحب النديل العظيم. أشوفكم الماتش الجاي، سلام. الحقيقة صعبان عليا اللي ما بيكونش في مدرجات الزمالك في الاستاد وقت الماتشات، صعبان عليا اللي ما بيروحش الاستاد اصلا عشان يدعم فريقه ويشجعه. هقولها مره تانية ولو الوقت يسمح هفضل اقولها طول الحلقه، جمهور الزمالك ما بيستناش حد يروح يقول له تعالى شجع الفريق، جمهور الزمالك ما بيستناش حد يقول له انت ما بتجيش ليه. الاداره بتساعد بكل الطرق، لما يكون في سفر بتوفر اتوبيسات والجمهور برضه بيوفر اتوبيسات. المستشار مرتضى منصور امبارح طلع وقال انه وفر وان شاء الله يكون في توفير لقطر كامل لجمهور الزمالك عشان يروح اسوان. ومع العلم المستشار بيساعد وجمهور الزمالك برضه كان هيسافر اسوان. جمهور الزمالك يا جماعه بيغير الماتش 180 درجه. ونفسي ابين لكم في الفيديوهات قد ايه المجهود اللي الجمهور بيعمله، ولكن لو قعدنا نزيع ساعة كاملة مدار الحلقة فيديوهات مش هتبين. امبارح جمهور الزمالك كان كرييتيف في آخر دقايق المباراة، وفاجئوا الكل إن هم لبسوا الطاقية بتاعت بابا نويل وكأنهم كده بيقولوا ميري كريسمس وكل سنة وحضراتكم طيبين. الصور بتبين، يمكن لو الصور معانا دلوقتي نقدر نشوفها، بتبين قد ايه جمهور الزمالك كرييتيف وما بينساش مناسبه وما بينساش اي تفصيله صغيره يقولها بالمدرجات بطريقه شيك وكرييتيف. ما اظنش شفنا حاجه زي كده في اي مدرج تاني في العالم. الملعب شغال، الماتش شغال، كله بيشجع، بس بحركه بسيطه عملوها قدروا يقولوا للدنيا كلها كل سنه وانتم طيبين. هو ده جمهور الزمالك. نفسي اسكت وما اتكلمش ونعرض الفيديوهات والصور، يمكن لو في فيديو جاهز عن الجمهور وهم كلهم بيتنططوا، ما اعرفش فيديو جاهز ولا لا، ولكن الصور بينت كل حاجه. جمهور الزمالك الموسم اللي فات من اول
ما يمكن في صوره حالا اهي هتظهر قدامنا على الشاشه. جمهور الزمالك بعد المباراه الصور دي كانت متداوله على السوشيال ميديا، كان بيحتفل بالكريسماس وبالصداره وبمباراه الزمالك والاسماعيلي بالفوز المهم. دايما جمهور الزمالك كرييتيف من اول ما بدانا الجمهور يرجع تاني في المدرجات، واحنا شايفين جمهور الزمالك بيقدم ايه وبيعمل ايه وواقف مع الفرقه في اي مكان، الغردقه، أسوان، غزل المحلة، في ملعب المحلة، كل محافظات مصر جمهور الزمالك بيسافر ليها. حابب أشكر جمهور الزمالك على اللي بيقدمه، حابب أشكر على الإدارة، أشكر الإدارة على كل اللي بتقدمه لجمهور الزمالك وإنهم بيوفروا لهم أكيد كل سبل الراحة. وبان من كده امبارح المستشار قال إنه هيوفر قطر كامل لجمهور الزمالك إنه يسافر أسوان، ولو يعني شفنا مشاهد كتير في مباراة أسوان بين جمهور الزمالك والفريق والتشجيع، يا ريت ما حدش يحس بالغيرة، ولا ريت ما حد يحس إنه ليه ما بنشوفش حاجات زي كده عندنا، لأن جمهور الزمالك مستحيل وصعب تاخده كده تعمله كوبي بيست في أي مدرج تاني. جمهور الزمالك نسخة واحدة بس مش موجودة، ولو قعدت دورت مش هتلاقيها. دلوقتي يلا بينا نطير على فقرة ملوك الترند. ملوك الترند هي الفقرة اللي هنستعرض فيها أبرز ترند في الأسبوع. الأسبوع ده الترند الأبرز أكيد تصدر الزمالك لجدول الدوري، صدارة بتأتي بنهاية 2022 وكأن السنة مش راضية تخلص غير لما تكون صدارة الدوري بيضة بخطين حمر، وأن الزمالك يكون هو بطل الشتاء في نهاية السنة. كمان خلينا نروح لجمهورنا على السوشيال ميديا واللي طلبنا منه انه يبعت رسائل لعيبه الزمالك بعد تصدر الدوري والفوز على الاسماعيلي بثلاثيه نظيفه. خلينا كده نشوف ثلاثيه عفوا مقابل هدف، خلينا كده نشوف جمهورنا قال ايه ومع بعض كده تعال نبدا بيه. احمد عيد وهبة، مساء الخير عليك يا مينا، احب اقول لكل اللعيبه انتوا رجاله وابطال، شكرا لكم على الاداء الرجولي واتمنى منكم الاستمرار على نفس الاداء والروح باذن الله نحقق الدوري للمره الثالثه على التوالي وان شاء الله نحقق افريقيا والنجمه السادسه. رسالتك وصلت. عمر ياسين، كل التحية للاعبي الزمالك وإن شاء الله أنتوا قدها وقدود والدوري في 100 عقبة لثالث مرة على التوالي بإذن الله زمالك. عماد رجب بيقول مساء الخير عليك يا مينا، نهارك أبيض بخطين حمر، أحب أقول للعيبة أنتوا رجالة، شكرا ليكم وإن شاء الله الدور الدوري الثالث على التوالي وإن شاء الله أفريقيا للمرة السادسة إن شاء الله. رسالتك وصلت. مصطفى شيكا بيقول كل عام ولاعبين الزمالك والمسؤولين في النادي بخير، ان شاء الله انتوا افضل اللاعبين في مصر ونتمنى منكم التركيز في العمل واثبات هذا للجميع، الزمالك نادي القرن. من انستغرام يعني اكونت اسمه فولو اون تيك توك، معاذ بيقول الحمد لله على الفوز، رجاله الزمالك الاقوياء كل الدعم ليكم. محمد بيقول رجاله، جولي ميخائيل بتقول ما يجيبهاش غير ابطالها، ملوك اللعبه كده كده. أبو سليمان بيقول إن شاء الله الثالثة على التوالي، ربنا يوفقهم، الزمالك مستوى أحسن لعيبة رجالة. محمود شعبان بيقول أبطال. دلوقتي يلا بينا نروح لفقرة رسالتك وصلت. رسالتك وصلت هي فقرتنا اللي بنتكلم فيها مع الجمهور على السوشيال ميديا وبنلعب معاهم وبنسألهم كده وبناخد رسائلهم ونبعتها للشخص اللي بيبعتها له جوه الزمالك. النهارده أكيد يوم 30/12/2022، يعني ناقص يا دوب يوم واحد وندخل في سنة 2023.
والحقيقة أن سنة 2022 كانت سنة ذكريات كتير جدا حلوة على الفارس الأبيض، وسنة مليانة فرحة وانتصارات ملهاش مثيل. كسبنا فيها دوري هو الأصعب، وخدنا فيها كاس مصر من الأهلي في مباراة رائعة جدا. السنة دي الحقيقة كانت مليانة محطات صعبة وفعلا مرتبطة معانا بذكريات كتير حلوة، عشان كده بعتنا نلعب لعبة لطيفة مع جمهورنا على السوشيال ميديا، وطلبنا منهم كده يقولوا لنا ايه هي اجمل ذكرياتهم مع الزمالك في 2022. تعالوا كده نشوف البداية منين. محمود مجدي بيقول مساء الفل عليك يا مينا، طبعا كل ذكريات الزمالك حلوة، بس افضلهم ليلة التتويج لزمالك بالدوري، كانت ليلة طبعا لا تنسى. بسمة بتقول مساء الخير عليك يا مينا وكل سنة وانت طيب، بمناسبة السنة الجديدة وانت طيبة. كل ذكريات الزمالك جميلة، بس احلى ذكرى لما كسب الاهلي في نهائي كأس مصر. محمد يونس بيقول اولا رجوع الاداره برئاسه المستشار، التعاقد مع البروف زائد اسامه نبيه، نهائي كاس مصر والفوز على الاهلي، حصولنا على الدوري الاستثنائي والاصعب في تاريخنا، راس تشيكا بالكاس والدوري بعد الصعوبات اللي مرت علينا من وقف القيد. من انستغرام فاطمه بتقول مساء الخير عليك يا مينا ودايما متالق، اشكرك اجمل الذكريات تتويج الزمالك ببطوله الدوري والكاس، كل الدعم للنادي الملكي ويفرحونا السنه دي ببطوله افريقيا ان شاء الله. مها جمال بتقول اجمل ذكريات في ماتش الاهلي لما كسبنا الكاس، وبرده مباراه بيراميدز لما كسبنا 3-0. اكونت اسمه اي ام ادهم بوجبا بيقول ماتش الزمالك والمقصه، عايزين نعرف اشمعنى. جولي بتقول نهائي كاس مصر وماتش البنك الاهلي لما يوسف اسامه نبيه احرز هدف الفوز في اخر دقيقه، ورساله شيكابالا لدعم مستشفى 57-357. كمان لعبنا لعبه لطيفه تاني مع جمهورنا، ولكن توقعاتهم لسنه 2023 ومين هو اللاعب اللي هيتالق مع الزمالك في 2023. تعالوا كده نشوف جمهورنا بعت قال لنا ايه. احمد فوزي بيقول مساء الخير عليك يا مينا، جميع اللاعبين ما شاء الله عليهم كلنا ايد واحده، الجمهور واللعيبه والجهاز الفني والاداره، باذن الله الدوري الثالث على التوالي. مينا زكي بيقول مساء الفل عليك يا مينا، بص انا متوقع اللي بيجتهد اكتر، بس بشرط ان الكواليتي بتاعته تتناسب مع الزمالك، اتوقع تالق الكل. إيمان الشناوي بتقول مساء الخير يا مينا، أتوقع تألق دونجا وإمام عاشور ويوسف أسامة نبيه، وبإذن الله الدوري في 100 عقبة زملكاوية وأفتخر. مريم شكري والفيسبوك كده حط اللوجو أبرز المعجبين لأن هي دايما بتشارك معانا، بتقول مساء الخير عليك يا مينا، منور قناة الزمالك، أشكرك. أتوقع تألق يوسف أسامة نبيه وزيزو ودونجا وكل اللعيبة رجالة، وبإذن الله السادسة في 100 عقبة، تحياتي ليك. من انستغرام اكاونت اسمه نوسا بتقول اوباما وامام عاشور كمان وكمان ان شاء الله. عمرو حكيم بيقول يوسف نبيه. مايكل بيقول كل لعيبه الزمالك، بس دونجا هيتالق جامد وهينسى الزملكاويه وهينسي الزملكاويه طارق حامد. رضوى اشرف بتقول يوسف اسامه نبيه ودونجا وامام. عمر شاهين بيقول سامسون يا جدعان. دلوقتي بينا يلا نروح على فقرة ستوريز. نبدأ الستوريز من عند صفحة الزمالك على السوشيال ميديا. ستوريز رسالتك وصلت فيسبوك من فقرة الستوريز بتقول ان الصفحة الرسمية للزمالك نشرت بيان موجه للمصابين للحادث الأليم ولشهادتهم مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في بطولة سوبر السلة بعد سقوط جزء من المدرج في الصالة المغطاة ولاستضافة اللقاء. وكتبت صفحة نادي الزمالك: نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يتمنوا الشفاء العاجل لجميع مصابين حادث بطولة سوبر كرة السلة. وطبعا من قناة نادينا الملكي بنتمنى جميعا الشفاء لجميع المصابين، ربنا يا رب يقومهم بألف سلامة إن شاء الله، وما نشوفش مكروه أبدا في ملعبنا.
كمان نشرت صفحة نادينا صورة للنجم النيجيري إيمانويل بعد كده بتهنئته بعيد ميلاده، وكتبت له من بوابة نادي الزمالك إلى بوابة العالمية: نتوافق اليوم ذكرى ميلاد الأسطورة اللاعب النيجيري إيمانويل إيمونوكي، الموهبة التي صدرتها مدرسة الفن والهندسة إلى الكرة العالمية. يعني كل عام وأنت بخير يا إيمانويل، أكيد لاعب كبير وساب بصمات مع نادي الزمالك. كمان كان في بوست مهم جدا، هو كده بيعتبر شكر للجمهور. صفحة الزمالك نشرت صورة لجمهورنا العظيم وكتبت: يظل هذا المشهد هو المكسب الأكبر في كرة القدم، والحقيقة اللي بيقدمه جمهور الزمالك في المدرج استحق إشادة الكل الحقيقة. نروح لبوست جامد الحقيقة على صفحة الزمالك بعد مباراة امبارح قصاد الإسماعيلي. نشرت الصفحة صورة فيها نتيجة المباراة وكتبت: نهاية آخر مباريات عام 2022 بعودتنا للصدارة، كل عام وأنتم بخير. كمان صفحة الزمالك نزلت صور من مباراة الإسماعيلي وكتبت: ثلاثية أمام الإسماعيلي تضعنا في صدارة جدول الترتيب. نشرت كمان صفحة الزمالك على الفيسبوك صورة للنجم مباراة اليوم، وطبعا اللي حصد لعبنا نبيل عماد دونجا. الصفحة كتبت في الكابشن: فارس مباراة اليوم هو نبيل عماد دونجا في ظهوره الأول كلاعب أساسي مع الزمالك. نشرت صفحة نادينا الملكي كمان صورة للمخضرم البرتغالي فريرا مدير الفني لفريقنا، وهو مبتسم بعد أداء اللاعبين اللي أكثر من ممتاز. يعني كان فوز مهم جدا خلال مشوارنا في بطولة الدوري الممتاز، وكتبت: ابتسامة الفوز والصدارة. أما الصفحات اللعيبة على إنستجرام فالبداية من عند أحمد فتوح، واللي نشر صورة بتجمع بينه وبين أكرم توفيق في معسكر منتخب مصر، وده طبعا بعد إصابته بالرباط الصليبي، وكتب: ألف سلامة، هترجع أقوى إن شاء الله. ومن هنا طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لأكرم توفيق، ترجع في أسرع وقت إن شاء الله. كمان زيزو دعم أكرم توفيق ونشر صورة بتجمعهم سوا وكتب: قدر الله ما شاء فعل، ألف سلام عليك وربنا يرجعك بالسلامة أحسن وأقوى من الأول إن شاء الله. كمان حارسنا محمد صبحي نشر صورة لأكرم توفيق على الأكاونت بتاعه على إنستجرام وكتب: ألف مليون سلام عليك يا حبيبي، وإن شاء الله هترجع أحسن من الأول. كمان مصطفى شلبي لعبنا المنضم حديثا بعت رسالة لأكرم توفيق في ستوري ودعمه بعد إصابته، الحقيقة إن هي دي الروح المطلوبة بين اللعيبة وبعضها، ورسالة قوية جدا لجمهور الكرة المصرية بالروح الرياضية. نروح بقى للونش أو خير أو ناش الأرض زي ما بعض من جمهور الزمالك بيحب يقوله. نشر محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك صورة على إنستجرام أعلن خلالها قدوم مولوده الثالث يوسف، وكتب: الونش سيف وسجدة ويوسف، ودول أسامي أولاده الثلاثة. مبروك مجالك يا ونش، وإن شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب. أما لاعبنا نبيل دونجا فهو احتفال بعيد ميلاد باهر المحمدي زميله السابق وصديقه في لاعب فريق الإسماعيلي، ونزل له كده ستوري على إنستجرام من خلال صورة بتجمعهم خلال مباراة لمنتخبنا الوطني.
ونشر كمان لاعبنا المتميز امام عاشور صوره لاعب باهر المحمدي بقميص منتخبنا الوطني عبر حسابه الشخصي على انستغرام بيهني فيها بعيد ميلاده. تخيلوا دي الروح بين اللعيبه في فرق منافسه، ومبارح كانوا بيلعبوا بعض في مباراه ضد بعض في منتهى القوه. يعني بحييهم الحقيقه على الروح اللي بيقدموها دي. أما شيكابالا قائد فريق الزمالك فكان بيحتفل بعيد ميلاد آدم الثالث على إنستغرام، وانهالت عليه التهاني من اللعيبة والجمهور، وكأن في تعليقات كتير دمها خفيف. الحقيقة الجمهور الزمالك هو بيحتفل بابن شيكابالا، وإحنا من برنامج هنا من قناة الزمالك نحب نقدم التهنئة الخاصة لعيد ميلاد آدم ابن الأسطورة شيكابالا، ونقول له كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليك وتكون أسطورة في الملعب زي باباك شيكابالا. نروح لصورة دمها خفيف الحقيقة، وهي لإمام عاشور وهو واقف جول في التمرين، وواضح كده إن كان في تحدي بينه وبين محمد صبحي. إمام نزل الصورة دي ستوري وعمل تاج لصبحي وقال له أنا لأ. بعدها صبحي نشر الصورة ورد على إمام وقال له جول كبير. فواضح كده إن كان في تحدي جامد بين إمام عاشور، وإنه بيبين موهبته وتألقه بس مش في نص الملعب، وإنه بيعرف يقف جول كويس جدا. أما دونجا فنشر صورة لي من على صفحة نادينا الملكي على إنستغرام بعد ما حصد على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بعد ظهوره المميز خلال اللقاء. يعني للأسف دي كانت آخر الصوري معانا النهاردة، وللأسف حلقتنا خلصت. الوقت الحلو معاكم دايما بيعدي بسرعة، ولكن حابب أنهي الحلقة بشكل مميز. حابب أنهي الحلقة وأقول أنه سنة 2022 كانت مميزة لنادي الزمالك، كانت مميزة لجمهور نادي الزمالك، كانت مميزة لي أنا شخصيا. انضميت لقناة نادي الزمالك وكنت وسط جمهور نادي الزمالك، وحاولت أوصل رسالة جمهور نادي الزمالك أنا وكل فريق العمل على شاشة قناة نادي الزمالك، ويمكن ده كان حلمنا من بداية ظهور البرنامج. دايما رسائلكم هتوصل لكل المسؤولين، دايما دعمكم هيوصل لكل اللعيبة، وده اللي احنا محتاجينه. أشوفكم دايما على خير، دايما مبسوطين، كل سنة وكل حضراتكم طيبين. هابي نيو يير وميري كريسمس، هتوحشوني جدا جدا جدا. أشوفكم في الماتشات، أشوفكم الجمعة الجاية الساعة 8. سلام.